واقع ملموس وموجود في مجتمعنا. وأنا أعرفه، ولطالما حاولت علاجه ودواءه، بل لا يجوز لي أن أدخل إلى قبلة مسجد من المساجد دون أن يأذن لي إمام المسجد ولو كان طالب من طلابي. هذا هو الأدب وهذا هو الخلق. وقد أمرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فكيف بجلوس لدرس علم أو لتعليم يجب على هؤلاء الشباب؟ هذه مشكلة شائكة في المجتمع، ويجب أن توضع لها ضوابط. وأنت لما لك من أصل كبير وإخوان وتابعين، يجب أن توضع قواعد لهذه المسألة. نرى وكلنا من دموع الشعب شبابا كثيرا يعتلون المنابر رغم أن في أهل القرية ويفهمون في الناس. فأرجو أن تكون هذه المسألة محل اعتبار ومحل اهتمام. أرجو أستأذن لي، كنت نرى لا يجوز أن لأي أحد أن يتصدى للدعوة العامة لا سيما في الفضائيات وعلى المنابر إلا إذا كان أهلا لذلك. فأنا أول من قال بما يسمى بالحجر الدعوي غرارا على ما يعرف الحجر الصحيح. فإن كنت لست مؤهلا ولا أعرف الدليل ومرتبك الدليل ومناط الدليل، ولا أفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، لا يجوز لي أن أسطر نفسي على أني عالما أو داعية أدعو إلى الله جل وعلا. لكن لا حرج أن أبلغ ما أحفظه في كتاب الله وسنة رسول الله في حدود علمي امتثالا لأمر سيدنا النبي، بلغوا عنه ولو كان. إذا لا يحق لأي إنسان مهما كان أن يرى أنه عالم ويعتني المنابر رغم ألف الناس ورغم ألف ورغم رضائها. هذا واقع ويحدث يا شيخ. أعرفه يا أستاذ، أعرفه وأعيشه، ولطالما حاولت. ولماذا لم تمنعه قدر الاستطاعة؟ نحن لا نملك القدرة على المنع، وإنما نملك القدرة على الإنكار. أحيانا بيكون تابعين لكم وبيحصل مشاكل. طلابنا وتلاميذنا بفضل الله جل وعلا نربيهم على الألم قبل أن نربيهم على العلم. هناك بعض الجماعات والمؤسسات ويقال عنها أنها مؤسسة خيرية، قاموا ببناء صروح كبيرة ومجمعات دينية كبيرة، وأحيانا يكون المجمع متضمنا مسجد ودور أخرى لأغراض أخرى. هذه وإن كانت ظاهرة طيبة ومحمودة، إلا أنها أصبحت مقرا لاجتماعات وبحث أفكار أتى إليها الشباب من كل فج عميق لدراسة العلم. ونتج عن ذلك، وإذا من واقع قضايا منظورة، نتج عن ذلك حروب إرهابيين وتكفيريين دمروا وخربوا وقتلوا واستباحوا أموال ودماء الناس. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ ظاهرة البناء أنا قلت هذه الظاهرة وإن كانت ظاهرة طيبة ويأتي إليها الشباب من كل مكان لتدارس العلم، إلا أنه اندس من بينهم أو تفرق منهم من أصبحوا إرهابيين وتكفيريين يقتلون ويستبيحون دماء الناس وأموالهم. ما رأيك في هذا؟ وما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ دلالة النصوص. هذا الكلام الذي أقوله من واقع القضايا التي تنظرها المحكمة بل وجميع محاكم المسلمين. من واقع الأمة التي نعرفها ونحياها. تمام. أقول دلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقية ودلالة تضاهية. الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، لا نعرف قصدي بالقول. أما الدلالة التضاهية فهي التابعة لقصد المستمع، وهذه تختلف باختلاف عدد المستمعين على وجه الأرض. ثم ألا نعلم أن رأس الخوارج الذي بذر البذرة الأولى لهذا الانحراف الفكري
والعملي الذي يؤدي إلى التخريب والتدمير بعد التكفير، وهو في الخرسرة التميمي خرج من بين يدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله مباشرة: اتق الله واعجل يا محمد، فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. إذن ما على العلماء والدعاء إلا أن يدلوا شبابنا وأولادنا حتى في بيوتنا دلالة هداية وإرشاد وتعريف وبيان. أما هداية التوفيق يهتدي هؤلاء إلى الحق أو لا يهتدون، فهذه لم يكن والد لولده الذي انحرف في بيوتنا. إذن هل تتفق معي وترى أن من المصلحة العامة أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر وبصيرة الجهات المختصة في الدولة، وهي تستخدم في ذات الغرض أيضا هتفضل زي ما هي، إنما يجب أن تكون تابعة للدولة وللجهات المختصة فيها سدا للذرائع ومنع لجنوح الشباب. نعم، بل هذا هو الواجب، لا أوقف حسب، بل هذا هو الواجب حتى لا يتصرف وعن رسول الله في ظل هذه الفتن من لا يحسن فهم الأدلة ومراتبها. ولماذا يقابل هذا الأسلوب باعتراض من كثيرين من الناس؟ إذا تولت الدولة ممثلة في وزاراتها المعنية أو المختصة الإشراف على مسجد أو مركز علمي، لماذا يقابل هذا الأسلوب باعتراض واستهجان من كثيرين من الناس؟ ربما لأن كثيرا ممن منعوا عن الدعوة والبلاغ من أكفاء الدعاة والعلماء إلى الله جل وعلا. وإذا كانوا يروا في أنفسهم أنهم أكفاء، لماذا لا يذهبون إلى الأزهر الشريف ليحصلوا منه على إجازة ليدعون بين الناس المتبين والدين؟ كثير منهم حاصل على هذه الإجازة، حاصلون، ولكنهم الصلة منقطعة ومنبتة بينهم وبين الأزهر الشريف، ينتهجون أسلوب الدعوة من تلقاء أنفسهم ويروا في أنفسهم أنهم علماء. لماذا لا تتغير هذه النظرة وهذا المفهوم؟ يعني أرجو أن يكون، وأنا بعتبرك أنت وأقرانك مسؤولون عن هذا، إن لم تدعو إلى هذه المسألة أنت وجميع المشايخ فأعتقد أن هذا تقصير. لا أظن أن واحدا من إخواننا بفضل الله جل وعلا لا يحترم هذا الطرح أبدا، ولا يفرض نفسه على مسجد من المساجد قط. كلام حضرتك جميل، ولكن الواقع بيقول غير كده يا شيخ محمد. ما خالفناه، يعني هل ترى أن واحدا من إخواننا الدعاة إلى الله في أنصار السنة أو في الجمعية الشرعية أو في غيرها ذهب إلى مسجد المحاضرات العامة يحضرها الآلاف ولا ربما يحضرها عشرات الآلاف دون تنسيق مع الدولة أو مع الجهات المسؤولة؟ لا يمكن. قد يكون هذا بالنسبة لك، ولكن لآخرين لا يوجد تنسيق. أنا أتكلم عن نفسي وعن إخواني من دعاة. لا تتكلم عن نفسي، أنا بكلمك كرجل. نعم. لك تأثير في المجتمع بين الناس. نعم. فما تقولش بتكلم عن نفسي، اتكلم بصفة الجماعة واعتبر نفسك مسؤولا، لأنك أمام الله تساءل عن الكلمة والحق. نعم. الذي يخرج من فمك. ما ترصدنا أبدا من المسؤولية بحق رب البريد ونبلغ على قدر جهدنا. واصل هذه الدعوة أنت ومن معك، وتنصحون الشباب وتنصحون الناس وتبلغ زملائك، هي رسالة من المحكمة إليكم حتى ينصلح حال الشباب في المجتمع. نحن نشكر بهذه الرسالة ونعاهد الله جل وعلا أن نظل نبلغ عن الله ورسوله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع ورفق ولين إلى أن نلقى سيدنا على الأرض. نسأل الله التوفيق. ظهرت في الآونة الأخيرة فرق وجماعات وتيارات وأحزاب كثيرة. نعم. اتخذت لنفسها أسماء ذات صبغة دينية. نعم. وأعلنت أن شعارها هو فهم الدين الصحيح. نعم. ونصرته، وتباينت مع بعضها البعض مذهبا وعقيدة، منها
تنظيم القاعدة، جماعة الإخوان، السلفية الجهادية، أنصار بيت المقدس، الجماعة الإسلامية، السلفيين، جماعة داعش، ويسمون أنفسهم دولة الإسلام في الشام والعراق. وقد شاركت هذه الجماعات منها من شارك في الانتخابات وتناحرت مع بعضها البعض، وليس هذا بغيب أو بعيد عن علم، ونسيت أسماءها التي أعلنت أنها أنشئت من أجلها. برأيك كيف أثرت؟ أود أن أوصل بين هذا الجواب أن أي جماعة مهما كان مسلمان ومهما تلثرت به من عبادة الإسلام، أي جماعة مهما كان مسلمان ومهما تلثرت به من عبادة الإسلام، شاوز حتى هذه عادي من قدامي لو سمحت، أنا الكلام للجميع، محدش عادي عادي من هنا، تفضل بي، تخرج عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله وتستحل الدماء المحرمة للمسلمين والدماء المعصومة للذميين والمعاهدين والمستأمنين، وتستحل دماء إخواننا وأبنائنا من أفراد الجيش والشرطة، كل هذا باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الجهاد، فإنما هي جماعة منحرفة عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله، ومن ثم كانت سببا للتنازع والصبر والخلاف. إذن ما رأيك في تنظيم القاعدة؟ نعم، ما رأيك في تنظيم القاعدة؟ تنظيم القاعدة أصله، إن كان سؤالكم عن تنظيم القاعدة في أفغانستان أو عن تنظيم القاعدة في العراق، في كل مكان، في كل مكان، دعني أحاكم فكرة التنظيم، دعني أعرض فكرة التنظيم على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أصول هذا الفكر التكفير وحصر الحق فيهم وفي منهجهم ومعتقدهم، والحكم على المسلمين بالردة، والحكم على جميع الحكومات العربية والإسلامية بأنها حكومات كافرة مرتدة، إلى آخر هذه الأصول التي بعدها لزاما بعد التكفير تفجير وتدمير، استحلال للدماء واستحلال للأموال وانتهاك للأعراض، كما خرج الخوارج الأول على علي بن أبي طالب رمز الفداء والبطولة والشرف، ما خرجوا عليه بالسيف واستحلوا دمه إلا بعدما كفروه. إذن هذا رأيك في تنظيم القاعدة؟ نعم. ما رأيك في تنظيم الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمون في بداياتها جماعة دعوية، ثم تحولت في السنوات الأخيرة إلى حزب سياسي يريد أن يصل إلى الحكم، وبالفعل وصلت الجماعة إلى حكم النصرة وتولت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الشعب ورئاسة مجلس الشورى، وتولت جل المحافظات في بلدنا، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم النصرة لأنها لم تستطع أن تنتقل من مرحلة فقه الجماعة إلى فقه الدولة، ولم تستطع أن تنتقل من مرحلة سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى حكم الدولة ذات الطيف المتعدد. هل تعني هنا، هل تعني أنه حين أخطأوا فإن ذلك راجع إلى قلة خبرتهم وخطئهم، أم إلى أن قصدهم كان غير ذلك؟ القصد لا يعلمه إلا ربهم. هناك شواهد على أرض الواقع، ولذلك أنا أتكلم عن الشواهد التي ذكرتها الآن، أما النوايا فلا يجوز لنا الفتة أن نحاكم أهلها. اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالصواب. أقول لم تستطع أن تنتقل من مرحلة سياسة الجماعة ذات القلب الواحد والمعتقد الواحد إلى مرحلة سياسة
الدولة ذات الطيف المتعدد الألوان والمشارف، ولما حدث الصدام الحقيقي بين الجماعة وبين الدولة بكل مؤسساتها، جيشاً وشرطة وإعلاما وقضاء، رفعت الجماعة شعار الشرعية أو بما، ووددت وتمنيت ساعتها أن لو استلهمت الدرس من الحسن بن علي رضي الله عنهما حين تنازل عن الخلافة وهي حقه، حين تنازل عن الخلافة وهي حقه لمعاوية بن أبي سفيان وقال له وقد قابله بكتائب كأمثال الجبال، قال إن كان هذا الأمر لك فلن أنازعك في حق هو لك، وإن كان هذا الأمر لي فأنا تاركه لك حقنا بالدماء وطلبا في مرضاة الله جل وعلا، فإن الأمة قد عاثت في دمائها ولا مخرج لها مما هي فيه إلا بالصلح والصبر عما مضى وكف عن الإسلام. كان للمحكمة رأي.